السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح مايكروسوفت وورد 2010. هنشرح فيه كيفية فتح وإغلاق البرنامج، هنشرح برضك كيفية التعرف على الواجهة الرئيسية، هنشرح برضك التحكم في تلميحات الشاشة وإظهار حدود النص وإظهار وإخفاء المسطرة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية فتح وإغلاق برنامج وورد مايكروسوفت 2010. أول حاجة بنضغط على ستارت أو ابدأ، وبنختار كافة البرامج أو all programs. بننزل بشريط التمرير لتحت كده، وندور على كلمة مايكروسوفت اوفيس. بنلجو عندنا مايكروسوفت وورد 2010. في طريقة تانية ان احنا في شريط البحث هنا نكتب وورد، فظهر قدامنا ها مايكروسوفت وورد 2010. احنا دلوقتي لو عاوزين نغلق البرنامج من خلال علامة الاكس الحمراء دي او من خلال ملف ونضغط انهاء، او من خلال لوحة المفاتيح نضغط Alt F4. دلوقتي عاوزين نشرح الواجهة الرئيسية كاملة لبرنامج الوورد. أول حاجة شريط العنوان. شريط العنوان يكون فيه اسم البرنامج، قدامكم كده مكتوب مايكروسوفت وورد، واسم المستند. في عندنا تصغير وتكبير وإغلاق من ناحية اليسار، من ناحية اليمين شريط الوصول السريع في علامة الوورد W، في الحفظ، في الرجوع للخلف، رجوع للأمام. بعد كده في شريط القوائم. شريط القوائم ده بيحتوي على شريط الأدوات، هي عبارة من على علامات تبويب. كل تبويبة بتحتوي على مجموعة من الأوامر نستخدمها لتنفيذ المهام داخل برنامج الوورد. في بعد كده منطقة العمل الأمامنا دي، هي عبارة عن جسم النافذة، وهي المنطقة التي يمكن من خلالها كتابة وتحرير وتنسيق للنصوص. في بعد كده عندنا أشرطة التمرير، في شريط التمرير العمودي، وفي شريط التمرير الأفقي أو الأسفل اللي هي منطقة العمل. في عندنا بعد كده المسطرة، في عندنا مسطرة أفقية أعلى منطقة العمل، وفي مسطرة عمودية على يمين منطقة العمل. في عندنا بعد كده عندنا شريط المعلومات، يظهر فيه ايه الصفحة والرقم بتاع الصفحة اللي احنا واقفين عليه. في بعد كده الكلمات، في بعد كده الدولة. عندنا بعد كده بعد ما شرحنا الواجهة الرئيسية لبرنامج مايكروسوفت وورد 2010، هنشرح كيفية التحكم في تلميحات الشاشة. احنا دلوقتي اول ما نروح عند اي زر بتظهر لنا مربع كده بيشرح فيه ايه اسم الزر اللي احنا واقفين عليه. ازاي التلميحات الشاشة دي لها ثلاث حالات، بنجيبوها ازاي؟ من خلال ملف، بنضغط خيارات، من علامة التبويب عام. في عندنا نمط تلميح الشاشة، بنضغط كده. عندنا ثلاث خطوات: إظهار أوصاف الميزات في تلميحات الشاشة، عدم إظهار أوصاف، عدم إظهار تلميحات الشاشة. يعني احنا دلوقتي لو ضغطنا عدم إظهار تلميحات الشاشة ودوسنا موافق، هنيجوا عند الزراير دي
مش هتظهر تلميحات الشاشة، فبنضغط ملف خيارات وبنختاره عند نمط تلميح الشاشة، نضغط إظهار، ويفضل نختار الاختيار الأولاني وخصوصا للمبتدئين في برنامج الوورد، وندوس موافق. احنا دلوقتي اول ما نيجي نضغطه او نيجي نقف عند الزر بتظهر ايه الكلمات او التوضيح بتاع الزر نفسه. في بعد كده التحكم في طريقة عرض مستند وورد 2010، هنروح عند تبويبة عرض، هنختاره الشكل بتاع المستند اللي هنعرضوه. في عندنا تخطيط الطباعة، القراءة في وضع ملء الشاشة، تخطيط ويب، مخطط تفصيلي، مسودة. تخطيط الطباعة ده اللي هو أمامنا دلوقتي اللي بنستخدمها عشان نطبع من خلالها. في برضك من خلالها ممكن نجيبوها من خلال شريط المعلومات اللي تحت. تخطيط الطباعة، القراءة في وضع ملء الشاشة، تخطيط ويب، نفس الحكاية هم اللي من فوق. كيفية تكبير وتصغير منطقة العمل من خلال برضك من هنا، نفس الحكاية من طريقة عرض التكبير والتصغير. طب احنا دلوقتي كيفية اظهار واخفاء المسطرة، نفس التبويبة نفسها بتحت العرض من خلال المسطرة، لو حشنا علامة الصح من قدام المسطرة هتتحاش. لا احنا عاوزين نظهرها، بنحط علامة الصح. لا في برضك طريقة تانية من غير ما نروح لعلامة التبويب عرض. في عندنا زر اعلى شريط التمرير العمودي، لو ضغطنا عليه بيخفي لنا المسطرة، لو ضغطنا عليه تاني بيظهر لنا المسطرة. في عندنا برضك طريقة اظهار حدود النص، هذه الحدود تظهر على الشاشة فقط ولا تظهر عند الطباعة، تساعد في ضبط اماكن النصوص والاشكال والصور بكل دقة. ازاي نجيب حدود النص؟ بنضغط على كلمة او علامة التبويب ملف، ونضغط خيارات، وبعد كده بنضغط على خيارات متقدمة، وبننزل بشريط التمرير لأسفل كده عند إظهار محتوى المستند، نضغط إظهار حدود النص وندوس موافق. احنا اتفقنا ان الحدود الامامنا دي ما هتظهرش في الطباعة، بس دي يفضل للمبتدئين عشان تعرفنا من خلالها الهوامش، ما تخلناش نطلعوا او نحط الصورة في مكان بعيد عن الهوامش. طب لو احنا عاوزين نخفوها تاني نعمل ايه؟ بنضغط على ملف وندوس خيارات، بعدين خيارات متقدمة، بننزل بشريط التمرير لأسفل حد ما نوصل عند إظهار محتوى المستند، ونحوش علامة الصح من إظهار حدود النص وندوسه إيه موافق. فهنا دلوقتي مش موجود أمامنا. ممكن في خطوة تاني، ضبط الفقرة للكتابة باللغة العربية أو الإنجليزية. ازاي نضبط الفقرة؟ من خلال علامة ايه الزر الامام، انقاص الامامنا دلوقتي اتجاه النص من اليمين لليسار او من اليسار لليمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.